سكوير 7 اونتاريو في فتره انها لسه بتبتدي صغيره بروكرج بتبتدي جوه كندا، انما بتخش كانها كبيره جدا وبتقدم دليل على انها انترناشنال كومباني بارت اوف سكوير 7 وورلد وايد، بدليل انها بتستقبل سكوير 7 ايجيبت وبتقدم فعاليات لاول مره تحصل في كندا، معرض عقاري مصري بيسوق للعايشين في كندا سواء كانوا عرب او اجانب، وبيقدم منتج عقاري مختلف للعايشين في كندا. ليه فكرتي في المشروع ده؟ انا بقالي سنه اوريدي فاتحه سكور 7 ايجيبت، وفي السنه ديت عملنا مبيعات مش وحشه خالص في العقارات المصريه للكنديين المصريين، فلقيت ان هو اتس ا جود تايمينج ان انا لازم اجيب مطورين نفسهم يجوا يعرضوا البرودكت بتاعتهم، لانه الاكسبيرينس بتاعت 1 year لقيت انه الناس كتيره مش فاهمه ايه اللي بيحصل في مصر، مش فاهمه ايه البروجكت. انا نزلت في السنه دي يمكن 5-6 مرات عشان اروح فيزيكلي اتفرج على بروجكتس، وانزل ارض واروح اتفرج بروجكت طالعه ولا مش طالعه. البارتنرز بتوعي في مصر بينزلوا كل يوم يتفرجوا على بروجكت عشان نتاكد من صحتها، ونتاكد من الحاجه دي فعلا طالعه ولا لا، الحاجه هتتعمل ديليفري ولا لا. فلقينا انه اتس تايم ان انا اجيب المطورين دول هنا لكندا، والناس تقعد تتكلم معاهم وتسالهم الاسئله اللي هي عايزاها، وتشوف الهيستوري بتاعهم عامل ازاي.